إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إذن أصدقائي صديقتي، اليوم وأنا أتصفح جوجل بلاي عثرت بالصدفة على تطبيق رائع، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه تطبيق رائع ورهيب في حل المعادلات والمسائل الرياضية. هذا التطبيق فيه مجموعة من المميزات الأخرى، أترك لكم الفرصة للتعرف عليها بعد تحميل البرنامج، بحيث أنه يمكن من إنشاء منحنيات لدوال، يمكن أن يحل معادلات من الدرجة الأولى والثانية، يمكن أن يحل متراجعات، يعني سوف يساعدك كثيرا في تطوير مستواك في مادة الرياضيات. التطبيق كما تلاحظون على الشاشة فهو تحت عنوان فوتومات، كما تلاحظون هنا هذا هو التطبيق. إذن إذا سمحتم سوف نمر لإنجاز تجربة على هذا التطبيق. إذن آنفا قمت بكتابة بعض العمليات على ورقة بقلم، سوف أستعمل هذا التطبيق الذي سوف يحل هذه العمليات فقط عن طريق الكاميرا الهاتف. إذن بسم الله نفتح التطبيق، ننتظر قليلا حتى يفتح التطبيق. إذن هنا سبق وأن كتبت العمليات، سوف أقوم بوضعها تحت كاميرا الهاتف. إذن العملية الأولى مباشرة يعطينا الحل هنا أسفل الشاشة. أمر إلى العملية الثانية، إذن كما تلاحظون 3 x زائد 7 y ها هو x تساوي ناقص 7 على 3 y ناقص 2. إذن فبالفعل هذا التطبيق يستحق التحميل ويستحق المشاهدة. ختاما فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد، وحاولوا نشر الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة وحتى يستفيد الجميع من هذا التطبيق. شكرا على المتابعة.